السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ ذيب ذيبان الزبيدي أبو أسامة، وهذا الجزء هو الجزء الثامن من هذه المقابلة. حجي، هل كان في عندكم اعتقاد بأنه الهجرة ستكون قصيرة وقريبا ستعودون؟ نعم، كانت كل الأخبار من البلاد العربية تقول بأنها حتى جسر النقاط كانوا يحلون لنا فترة شهر ثم تعودون إن شاء الله تعالى. لذلك كثير من الناس كانوا يعني خرجوا على أساس أنه كنزهة يعني يخرجوا ثم سيعودون. طيب حجي، أخرجت معك أنت أو أنسبائك، خالك مثلا، هل أخرجت معك أي شيء؟ أكل، شرب، مواشي، حلال، ملابس؟ ولا إشي أخرجته معك؟ ولا إشي أبدا. طيب حجي، كان كيف كان الطقس في ذاك اليوم اللي خرجت فيه؟ حر، يعني أقول من يساء في هذا في آب اللهاب. آب اللهاب، نعم. طيب أثناء خروجك كان عمي كله ماشي على الأقدام؟ نعم، كبارا وصغارا، كل جميعا. طيب حجي، بطريق خروجكم من القرية انت خرجت معاهم يا حجي ولا كنت خارج لوحدك؟ انا خرجت لوحدي وتفاديت، كان في مركز في موقع لجيش الانقاذ كان ياخذ السلاح من المسلحين بحجة انه خلص ما في لزوم السلاح، نحن نتولى الدفاع عنكم. وطبعا انا تفاديت هذا وخرجت انا عن الطريق بعيد عنهم، ثم عدت على الطريق العادي والتحقت بجماعتي باهلي. طيب حجي، خرجت انت وزوجتك؟ نعم. ما كانش عندك لسه ولاد؟ ابوها وعمها ووالدتي، يعني والدتي بس. والدتك انت؟ نعم. يعني اللي ثلاث اشخاص بشكل مباشر، ثلاث اشخاص، وانت ووالدتك وزوجتك؟ نعم، وبعدين خالي وخالي الثاني وعائلته. طيب والدتك ايضا كيف يعني كانت خروجها؟ ماشي على الاقدام؟ لا شيء، ما في غيرها. كم كان سنها حجي؟ تقريبا كبيرة السن، يعني فوق 60 سنة. فوق 60، نعم. ومشيت على الاقدام؟ على الاقدام، نعم. طيب حجي، شو كان مصير اهلك، اخوانك وخواتك و أختك؟ ما كانت معك الصغيرة؟ لا، كانت مزوجة. كانت مزوجة. طيب شو كان مصيرهم حجي؟ إخوانك اللي كانوا في يبلى وين راحوا؟ وين شو كانت معلوماتك عنهم؟ وإنهم خرجوا كلهم إلى الضفة الشرقية. كان في أي تواصل أو اتصال أو معرفة بمصيرهم؟ بس مجرد والله، يعني أحيانا يأتي شخص من هناك بالتهريب بالليل كذا، يقول والله طلعوا كذا من المحل الفلاني، يعني اخبار متقطعه. يعني اهل بيسان، منطقه بيسان، قضاء بيسان الشمالي والجنوب بيسان كلهم رحلوا الى شرق الاردن، قطعوا الشريعه و. طيب حجي، كنت انت وزوجتك ووالدتك عليها رحمه الله، كنت انت وزوجتك ووالدتك؟ نعم، وعميها وعائلتيهما. انا بدي اسالك عن عائلتك الان الشخصيه. نعم. والدتك امتى رحمه الله عليها توفت؟ توفت هنا في دمشق. باي عام يعني؟ ب 1978. الله يرحمها. ايش تفرح. طيب حجي، الان كم هم ابنائك وبناتك؟ يا ريت يعني تعرفنا فيهم، شو كل واحد منهم صار، شو اشتغل. لدي الآن ثلاثة أولاد، أسامة الأكبر، وائل الأوسط، وياسر الأصغر، وكلهم متزوجون ولديهم زوجات وأولاد. أما البنات فهم أربع، إحداهن في النرويج، لاجئة مع زوجها في النرويج، والثانية في الأردن في
إربد، والثالثة في دمشق طبيبة بشرية عامة، والرابعة متزوجة من شخص أردني من أصل فلسطيني من الرملة، مهندس ومقيم في عمان. طيب أولاد وأسر، يعني الحمد لله رب العالمين، وجميعهم مستقرون، الأولاد والبنات الحمد لله رب العالمين، ذلك الفضل من الله. طيب حجي أسامة شو عنده أولاد حجي؟ أسامة نعم عنده أربع بنات وولد. ما شاء الله. طيب شو درس أسامة، شو تعلم؟ أسامة درس في جامعة الملك سعود في الرياض آداب اللغة الإنجليزية. طيب ووائل؟ وائل درس حتى الشهادة الثانوية ثم لم يكمل الدراسة. شو عنده أولاد حتى؟ عنده أولاد، عنده ولد فيصل وعنده بنتين. طيب وياسر؟ ياسر نعم، ياسر تخرج من جامعة الملك فيصل في المنطقة الشرقية، مهندس معماري ويعمل الآن في جدة، ولديه ولدين وأربع بنات. الله يخليهم. طيب الكبيرة عندك شو اسمها يا حجي بنتك الكبيرة؟ بنتك الكبيرة؟ بنتي انشراح. شو عندها أطفال أو أولاد؟ عندها ما شاء الله عندها خمس أولاد وأربع بنات. عظيم. واللي بعدها حجي درست إشي أم خضر؟ درست إشي، تعلمت، حصلت تعليم معين؟ شهادة ثانوية. ثانوية نعم. واللي بعدها في إربد عندها ثلاث أولاد وبنت. واللي بعدها حجي؟ واللي بعدها عندها صهيب وعبد الرحمن، عندها ولدين وبنتين. والأخيرة؟ والأخيرة عندها أربع أولاد وبنتين. يعني ما شاء الله، يعني الأحفاد المباشرين بحدود الأربعين، والأحفاد اللي ما بعد الأحفاد يعني إذا مخضر عندها ناس متجوزين برضو عندها أحفاد. صارت هي جدة. فيعني في ما شاء الله فوق الخمسين. الحمد لله رب العالمين. ذلك الفضل من الله. يعني هذا رد مباشر على اليهود. خرجت من فلسطين ولا أحد، رأسي ولا زوجتي. الحمد لله. الله. طيب حجي احنا رحنا لسعسع، ومن سعسع رحنا لجنوب لبنان. وقضيت حوالي اكثر من شهر او شهرين تحت الشجر. طيب وين بالضبط، باي قرية كنت في؟ كنا في قرية عيثرون. عيثرون. وكانت هذه مقر لقيادة جيش الانقاذ. وتلطف الاخوان في جيش الانقاذ وجعلوا لنا سيارة بيكاب، أذهب أنا في هذه السيارة إلى بنت جبير، وكان هناك الصليب الأحمر اللبناني يزود الجسلاجين ببعض المواد الغذائية، يعني خبز فينو كبير هيك، لكن مش بس يعني تلاقي الخميرة تبعتهم تفتحوا بعضه عجين من جوا وخميرة طائرة تطلع، وبعض الألم السردين أو الجبنة وهذه، ونجيب يعني أنا أخذت إحصاء باللاجئين الموجودين عندنا عددهم وكذا، كنا نروح هناك ناخذ هذه المخصصة ونوزعها عليهم بالسيارة الجيش النقاد، يوم نروح يوم لا، يوم بعد يوم بقينا شهر، ومن ثم قررنا إنه إحنا نروح على سوريا وعلى لبنان على معسكرات. فهو يعني أتوا قالوا إذا بتريد تروح لسوريا للمضافات، مضافات في سوريا ما كانوا يسووا لاجئين وكذا، لا كل مضافات، فكانوا ياخذوا اللي يريد يروح لسوريا المضافات ياخذوا على السور، ومن هناك في القطار
إلى سوريا. احنا قسم منا أهل الرينة راحوا إلى بعلبك، وأنا وعمي رحنا إلى دمشق. لكن يوم رحنا إلى دمشق احنا استأجرنا سيارة عن بنت جبيل، كانوا يسموها البوصلة، الباص يعني يسموها البوصلة. لكن هو دفعنا الأجرة. أنا لما طلعت من فلسطين كان في جيبي 9، بعد ما بعت السلاح البارودي تبعتي بعتها 10 جنيه، كان معي 39 جنيه و10 صاروا 49 جنيه. المهم في بيت جبيل دفعنا احنا أجرة عني وعن زوجتي وعن والدتي، والباقيين كل واحد دفع عن جماعته. فالسيارة البوصة هذه تمنا ماشيين فيها، طلعت من بنت جبيل وعلى تبنين وإلى آخره، حتى وصلنا وين؟ قريب من صيدا. كان هناك في حاجز جمركي، وقفوا السيارة طلعوا يفتشوا فيها. لما طلع مفتش الجمارك من الباب الخلفي المساعد الشوفير هرب، وإذا وجدوا إنه في تنكة كاس معبأة من الحشيش. فالجمارك على حسب النظام تبعهم صودرت السيارة كلها، صودرت السيارة وأخذوا الشوفير وصاروا يبحثوا عن المساعد تبعه، وذاك هرب وراح، أخذوهم هذول على السجن والسيارة صدروها، وإحنا بقينا نندب حظنا. دفعنا الأجرة إلى بيروت فما وصلنا صيدا، قبل صيدا أخذوا منه، فالآن بدنا ندفع أجرة ثانية حتى نصل لنا. وبعدها يعني ملاسنة بيني وبينهم إلى آخره، ما أعطونا شيء أبداً. شوفير قلنا أيوة، طبعاً ساعتها أخذنا ركبنا مرة ثانية ودفعنا أجرة ثانية، ونحن نحاسب على ليش يعني عريف. بحاجة لإيش للطش الواحد، حتى ذهبنا إلى بيروت تحت إيش الصنوبر، تحت جار الصنوبر بيتنا. ثاني يوم بروحنا من هنا ومن هنا ونعمل نروح إلى حنان، بنروح لدمشق، والناس الآخرين هذلا قالوا هم بنروح لبعلبك. فانقسمنا خالي وخالي الثاني وعائلته بروحوا إلى بعلبك، لأن أهل الرين كلهم بروحوا لبعلبك، وأنا وعم بيسان على المقبل الزبيدي هذا الجاي من مجدر، كنا بنروح لدمشق. أيوة والله تعاقدت مع شخص أجانا، وين عالشام؟ عالشام، يلا تفضل. يعني حسبنا طيب من بيروت إلى دمشق كم كيلو؟ 110 كيلو، يعني بدها ساعة، ساعة ونص بالكثير ساعتين. وين يلا قل يلا تفضل. والله ركبنا في السيارة وأنا طالعين من بيروت، أول مكان في الجبل، طبعا نصور أنا صنع صوفرة وهذيك المناطق وحمدون أو عالية، وإلا كان في هناك احتفال عند الناس هذول ملكة جمال أو كذا ولا خير، وإذا الناس في عالم آخر. يعني إحنا طالعين من القتال والجهاد والقتل والضرب بيننا وبين اليهود، وذول جماعة ولا عندهم ولا عند بالهم، بدي كرتي والأغاني وكذا، ومسكرين الشارع، وهذا الشوفير صار يزمر لهم يقول عيس 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 عيس، وكأنهم يعني عصافير وكأنهم يعني. ونحن نستغرب ما هذا؟ أين نحن؟ وأين هؤلاء الناس؟ وين الأمة العربية؟ الناس تقتل فلسطين وتقاعد وتجاهد وكذا إلى آخره، وهذول الجماعة قاعد يحتفلوا بالأعياد ملكة جمال وغير الوراثة. والله يقول وصلنا، طلعنا حتى وصلنا ظهر البيدر، ومن هناك نزل بدأ النزول هنا، هو ماشي على مهله، على مهل الهودري. ايوه حتى وصلنا وين؟ شتورة. من هناك ما عارفين الطريق، انا شتورة شرطا الى دمشق، واذا هو اخذ يمين واتجه. فكنا هبينا، اين انت ذاهب يا اخي؟ هذه اسرائيل فلسطين، هذه وين رايح انت كذا؟ قال ما عليك ما عليك، تمشي على الشام، يعني مخلص على الشام. وإذا أخذنا على مشرة، وهناك وليلت الليل علينا، ونحن دوبنا وصلنا شطيف وهذه المناطق.
على الحدود. ثم من هناك وصلنا حدود فلسطين، أخذ يسارا واتبعه رجع إلى الشرق. وإذا هو يا سيدي الكريم ممنوع دخول اللاجئين الفلسطينيين إلى سوريا، خلاص لأنه انتهى. فأخذنا هذا الرجل، يعني غدر بنا وغشنا، بدل أن نأخذنا بالطريق الرسمي ندخل من هناك، أخذنا طريق التهريب. وبقي يسير بنا الهوينة رويدا رويدا إلى أن صار المغرب والعشاء وإلى آخره، حتى انتصف الليل. انتصف الليل كان في هناك نقطة عسكرية للجيش السوري، حوالي هو عارف المكان هذا، حوالي ساعة واحدة تماما بالضبط اختار هذا التوقيت. ولما اقترب، وعندما اقترب من هذه النقطة أسرع بشكل هائل جدا، صارت حرق على 100-150 سرعة مرضوا عنها، ولم يتوقف، ما أحد شافه من الناس، جزء كانوا نايمين. مشينا حتى دخل إلى دمشق من طريق الجولان، وصلنا على تكية سليمانية مع الفجر، نزلنا على الأرصفة، على الصيف. وعندما نزلنا هناك في الصباح طلع الفجر، طلعت الشمس، أشرق الشمس، وإذا نحن بسيارة جيب فيها امرأة فاضلة اسمها المدرس كذا، المدرس التي كانت يعني التي تتولى هي شؤون اللاجئين الفلسطينيين. والله أخذتنا، جابت سيارة وأخذتنا على خيام مكان وزارة الخارجية حاليا السورية. كان في هناك قصر، حتى القصر كان بالأول قصر ضيافة. لما أخذتنا فيها 48 كانت أرض صخراء خضراء ما فيها بناء بالمرة، كان فيها خيام، عدة خيام. فقالت تفضلوا هنا، وذهبت وجابوا لنا الخبز والماء والطعام لمدة 3 أيام. اليوم الثالث قالوا لنا ماذا تريدون؟ هل تذهبون إلى المضافات أو تذهبون إلى؟ قلنا لا والله، إحنا بدنا نروح، لنا أناس في جوبر، بدنا نروح على جوبر. فذهبنا واستأجرنا أجرة بسيطة جدا، كان 10 ليرات سوري بالشهر، لأن الناس كانت دين الصيف، حكيت لك أنها بالصيف. وأهل جوبر يعني في الصيف بروحوا يقطفوا المشمش ويعصروا ويسووا قمردين في المزارع، فبيوتهم تفضى، فبدهم واحد اللي يجي ينطر البيت. فلذلك لما اجوا اللاجئين استبشروا خير أهل جوبر، قال الله تعالى ناس أجروهم بأجرة زهيدة رمزية، وناس حتى سكنوهم مجانا. فكانت الفلسفة هذه، وهكذا استقر بنا المقام في جولة. طيب حجي، طولت في جوبر؟ نعم، بقينا حتى عام 1954، عندها قمت وكالة غوث اللاجئين، عملت دورة تجارية في مدة 6 شهور، ودخلت هذه الدورة التجارية ضرب على الأذى الكاتبة ومسك دفاتر، والحمد لله تخرجت منها. وقبل التخرج بأسبوع تعينت في وكالة الغوث ميديكال كلارك، يعني مساعد دكتور إداري، مش مساعد بالمهنة، بالإدارة، كتابة. وبعدين مسؤول عن مستودع الأدوية، مع صرف الأدوية وإدخال الأدوية واستدراج الأدوية. بقيت هناك حتى عام 1958 في حلب، ثم ترفعت درجة وانتقلت إلى وكالة رئاسة وكالة الغوث هنا في أبو المانة، قرب السفارة السعودية، وبقيت موظفا فيها حتى عام 1967، حيث تعاقدت مع تعاقدت مع
المملكة العربية السعودية مترجما في وزارة الأشغال العامة. كنت أثناء هذه الفترة في وجودي في دمشق درست شهادة المتوسطة سنة، وفي السنة الثانية درست الشهادة الثانوية لمدة 3 سنوات، والله سبحانه وتعالى وفق، ثم انتسبت إلى الجامعة كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وهكذا انتهى بنا المطاف في الرياض وزارة الأشغال العامة مترجما فيها. لمتى عم دريتك تشتغل في الرياض؟ نعم، لأي سنة دريتك تشتغل في الرياض مترجم؟ نعم مترجم فيها، ثم انتقلت منها، درست 3 سنوات في الأشغال العامة، ثم انتقلت إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات برضو مترجما يعني فيها، بقيت فيها 5 سنوات، ثم انتقلت إلى المكتب الإقليمي لرعاية المكفوفين. المكتب الإقليمي لرعاية المكفوفين، هذا إقليمي مسؤول عن يعني دول الشرق الأوسط، المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والبحرين وهكذا. وبقي في هذا 15 سنة تقريبا. ثم انتهت يعني. والآن ما عندك أي شغل أو عمل؟ ما عندي لا عمل أبدا، ما عندي شغل. ما عندك شغل خاص حجي يعني؟ لا ما في شغل أبدا، أنا أتنقل 6 شهور في دمشق وست شهور في الرياض وشهرين هنا وشهرين 3 هناك وهكذا. طيب حجي، شو كان دور وكالة الغوث في تقديم الخدمات للاجئين؟ خليك حجي، مش خليه مطلق بزمان. وكالة الغوث معروف يعني، وكالة الغوث كانت تعمل على أساس يعني تخفيض عدد اللاجئين، عدد اللاجئين يعني بمعنى أنه من توظفه في الخارج تقطع عيشه، من توظفه عنده في وكالة الغوث كانت تقطع عيشه، ويصبح يعني رأيه وراتبه. طب شو الخدمات عم نقدمتها للاجئين في المخيمات أو خارج المخيمات؟ معروفة المخدمات هذه، خدمات تعليمية، خدمات يعني اجتماعية، شؤون اجتماعية، خدمات صحية يعني لا بأس يعني خدمات. وكانت يعني تتلقى معلومات من الدول المانحة. نعم المانحة ولا المالحة؟ والله حسب. طيب تعتقد يعني وكونك اشتغلت في وكالة الغوث أنه تراجعت وكالة الغوث أو قلصت خدماتها للاجئين عبر يعني هالزمن الطويل؟ والله هذه الخدمات كانت يعني تعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات، هذه المساعدات إذا زادت المساعدات زادت الدرجة، وإذا نقصت هذه تنقص الخدمات وهكذا. طيب حجي، زرت فلسطين حجي، رجعت زرت يبلى أو الرينا بعد النكبة؟ لا أبداً. طيب عندك معلومات يبلى الآن شو وضعها؟ هل يعني ظل منها إشي؟ هل مبني عليها إشي معين؟ هل مزروعة بشيء معين؟ دارسة الآن، أثارها دارسة، ما فيها شيء أبداً. طيب حجي، سكنت في مخيمات اللاجئين ولا ما سكنت؟ نعم، مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا سكنت فيها إشي؟ لم أسكن، لم أسكن. حجي قلت لي ما سكنت ولا في مخيمات اللاجئين. طيب في 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 دمشق او في الشام اهالي يبلى مش موجودين غير انت يا حاج، غيرنا اللي هم اخوالك واخوال اولادك لهم اي جمعيه او رابطه في دمشق؟ ابدا.
ولا صندوق ولا شيء هيك يعني للتعاون، ما في. طيب حجي، حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغور، ما زال عندك كرت معاناة حجي؟ كرت معاناة عندي؟ نعم. لا لا، بس مسجل انت في سجلات الوكالة يعني؟ مسجل لكن لا اتلقى منهم ايش. معروف، بس يعني قصدي انت لك يعني كان كموظف، يعني كنت موظف عندهم. قبل ان اكون موظف كان عندي ثلاث اعشاب، زوجتي ووالدتي وانا. عندما توظفت قطعت هذا، قطعت الاعاشه، بس ما خرجت انت من سجلات الوكاله يعني؟ لا ما خرجت. انت موجود في سجلات الوكاله. طيب حجي، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 194، هذا القرار صدر بشهر 12 عام 1948. 149. نعم. 149 و194. قرار 194 صدر بشهر 12 عام 1948. هذا القرار أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك. إذا توفرت لك فرصة العودة بتعود حجي ولا ما بتعود؟ الله الله، طبعا يا اخي لكان من لا يعود، يعني بدون ابطاء بتعود؟ بدون ابطاء راسا فورا. طيب حتى في ظل الاحتلال الصهيوني ممكن تعود؟ الاحتلال الصهيوني لا. نعم. ليش اعود؟ ما هي العراق احتلت وما زالت محتله، واللاجئين هاي بيرجعوا للعراق حتى. وبرضه في ناس عاشوا تحت الاحتلال الصهيوني والحمد لله انهم يعني طلعوا رجال برضو، يعني ما يعني احنا اللي في 48 ما زالوا محتفظين بهويتهم العربيه والفلسطينيه. فانت اذا توفرت لك فرصه العوده حتى في ظل الاحتلال. نعم. هم احيانا هذا املاك الارض بالضبط. طيب حجي، وانا يعني بدي اسال شخص يعني مدرك وواعي وعنده يعني ثقافه عاليه، تفضل منك. بعد يعني 62 عام من التشرد واللجوء والمعاناة، بتعتقد أن المجتمع الدولي أدى دوره وتحمل مسؤولياته تجاهك وتجاه القضية الفلسطينية، ولا كان يعني عكس ذلك يا حاج؟ لم يتحمل المجتمع الدولي شيئا من هذا. نتيجة أول أنها السياسة، يعني كل دولة من هذا ما يسمى المجتمع الدولي تنظر إلى مصلحتها الخاصة، تنظر إلى مصلحتها الخاصة وعلى هذا الأساس. فأحياناً يعني مراعاة للدولة المسيطرة الكبرى في العالم، دول الأخرى هذه تأخذ بخاطرها وتؤيدها على باطلها، تؤيدها على باطلها، وهذا يعني أهدر كثير من حقوق للفلسطينيين، من حقوقهم الوطنية. فالمجتمع الدولي يعني غدر بالفلسطينيين ولم يعطهم يعني حق. طيب أستاذنا الكريم، أنت بتعرف أنه الكيان الصهيوني والحركة الصهيونية استخدمت الإعلام بطريقة يعني كاملة من أجل إقناع العالم بالباطل. لا باطل، نعم. هل تعتقد أنه الإعلام العربي أيضا ساهم في إبراز القضية الفلسطينية أمام العالم، ولا كان دون المستوى المطلوب؟ كان دون المستوى المطلوب، ما في شك. نعم، كان دون المستوى المطلوب الإعلام العربي، لانه كانت الدول العربيه منكفئه كل منها للداخل على مشاكلها الخاصه، ولم يعني تعمل كمجتمعه على ابراز الخط، على ابراز القضيه الفلسطينيه الحقه. فقضيتنا هي قضيه عادله، ولكن لم يتح لها مدافع عنها رجل قوي حتى يستطيع ان يظهر هذا الحق. فباطل اليهود، باطلهم بالدعاية هذه برز، وحقنا أنا الواضح إلى آخره هبط. نتيجة ليش؟ لأن الذين على الساحة من يعرضون القضية الفلسطينية ليسوا على المستوى المطلوب. وأخيرا يعني الشاعر يقول: اكتب بسيفك ما تود بيانه، تلقى الأنام مصيخة الآذان، ودع اليراعة فإن حلو حديثه لا يستمر سوى قلوب غواني. نحن تركنا الحق ولم نكتب بالسيف، واتجهنا إلى المفاوضات والمداولات وإلى آخره حتى ضاع الحق الفلسطيني.
طيب أستاذنا الكريم، إذا عرض عليك التعويض المالي أو المعنوي أو بدل أرضك، يعطوك أرض في كندا، في سويسرا، هل تقبل في التعويض ولا بترفض التعويض؟ أنا أخذ التعويض عن المعاناة التي عانيتها، ولكنني لا أخذ التعويض عن أرضي. أرضي لازم، ودوري ومقبرتي ومقابري ومقابر المسلمين يجب أن نعود إليها وتعود إلينا ملكيتها. أما التعويض، تعويض عن المعاناة التي عانيناها، وتعويض عن السنوات هذه الطويلة التي استغلها الصهيونيون في بالاستفادة منها. أما أن أتعوض عن أرضي وأبقى أنا خارج، لا، هذا لا. طب نعتبر هذا الكلام وصية شرعية للأبناء والأحفاد؟ أعتبره كما تشاء. لا، بالنية بالنية منك أنت. نعم 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 إي والله. والذرية أيضا. نعم نعم. طيب في أي كلمة أخيرة عمي أبو أسامة حاب تحكيها؟ والله أنا يعني لإخواني الشعب الفلسطيني، يعني قادة ومثقفين ومزارعين وعمال وإلى آخره، أقول لهم أن الحق يقول، وأننا إذا تركنا ديننا الإسلامي الذي يؤمننا بالقوة، يعني وضعنا الأوامر لله خلف ظهورنا، فالله سبحانه وتعالى ينصرنا، لأنه يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن ابتعدنا عن تعاليم الدين الإسلامي وأركننا إلى الحياة الدنيوية، فصابنا ما أصابنا. لذلك إذا أردنا أن نسترد موقعنا في قيادة العالم كله، في قيادة العالم مش من إيران أو قضية الفلسطينية فقط، قيادة العالم، هو أن نعود إلى ديننا ونتمسك به ونعمل به، فالله سبحانه وتعالى عندئذ ينصرنا، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم، وجزاك الله خير الجزاء. طيب أستاذنا الكريم، أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة نتقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على استقبالك الدافئ، وعلى أيضا المعلومات القيمة اللي حضرتك يعني زودنا فيها، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتك، وإن شاء الله تكون أيضا منفعة للأجيال القادمة ومفيدة للباحثين والدارسين. وأيضا شكرا جزيلا على موقفك المشرف من موضوع حق العودة وعدم التفريط وعدم ورفضك القبول في التعويض. شكرا جزيلا لك حجي، وبارك الله فيك، وإن شاء الله أن ربنا. وشكرا لك ولزملائك، وأتمنى لكم الله سبحانه وتعالى، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم التوفيق والنجاح في مساعيكم الخيرة. بارك الله فيك حجي، الله يعطيك الصحة والعافية.